مرحباً أعزائي، أهلاً وسهلاً بكم في حصة اللغة العربية من برنامج مدرستي. من يحب أن يؤلف الكلمات؟ تذكروا، الكلمة تتألف من مجموعة حروف. انظروا معي إلى اللوح، هنا نجد عدداً من الحروف سنؤلف منها بعض الكلمات. اقرأوا معي: باء، جيم، عين، لام، ودال. هذه هي الحروف. نبدأ بحرف الجيم. انظروا إلى السهم واتبعوه لكي نؤلف الكلمة: جا، با، ل. إذن جبل، جبل. الكلمة الأولى هي جبل. هذه هي الكلمة الأولى، الجبل. تذكروا، الجبال هي مرتفعات نجدها في بعض الأماكن وتمتلئ بالثلوج في فصل الشتاء. الكلمة الثانية أيضاً من جيم، انطلقوا معي: جا، اتبعوا السهم، ع، ل. جعل، هذا فعل، سنكتب معاً جعل، فعل جعل. الكلمة الثالثة أيضاً من الجيم، اتبعوا السهم: ج، د، ل. جدل، الجدل. ما هو الجدل؟ الجدل أي عندما نتناقش مع شخص ما، نتجادل ونتناقش في فكرة معينة، نختلف بالآراء ونتجادل. الكلمة الرابعة، نبدأ بحرف الباء الآن، اتبعوا الأسهم: ب، ع، د. إذن الكلمة الأخيرة هي بعد. على ما تدل كلمة بعد؟ نقول قبل وبعد للدلالة على الزمان. إذن نسأل السؤال: متى؟ بعد الظهر. إذن هذه هي الكلمة. اقرأوا معي الكلمات: جبل، جدل، جعل، وبعد. هذه هي الكلمات التي ركبناها باستخدام هذه الحروف. هنا لدينا مجموعة أخرى من الحروف سنركب من خلالها كلمتين. اقرأوا معي الحروف: النون، العين، الظاء، الميم، والراء. إذن هذه هي الحروف. ركبوا معي الكلمات. نبدأ بحرف العين: ع، ظ، م، عظم. إذن سنكتب عظم، هي الكلمة الأولى. تحدثنا عن العظم أو العظام الموجودة في أجسامنا في حصص سابقة، عظم. والكلمة الثانية نبدأ بالنون ونتبع الأسهم: نون، ن، ن، ظ، ر. نظر. ما معنى النظر؟ أي الرؤية، النظر. إذن سأكتب نظر. تذكروا، نستخدم العينين لكي ننظر، النظر، الرؤية. إذن عظم ونظر. تذكروا دائما الكلمات تتألف من مجموعة حروف، يمكننا أن نركب عديد من الكلمات باستخدام الحروف. أنتم إذا استطعتم انظروا إلى هذه الحروف، دونوها أمامكم وحاولوا أن تغيروا ترتيب هذه الحروف لكي تكتشفوا كلمات أخرى، وأرسلوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تعالوا الآن معي لكي نعبر معا عن صورة جميلة. انظروا هنا إلى هذه الصورة بقربي، انظروا إليها، ماذا نرى فيها؟ هنا نشاهد معلمة، انظروا إليها كم هي جميلة، هذه المعلمة. وهنا أيضاً نجد عدداً من التلاميذ أو التلامذة، تعلمنا هذا الجمع، تلامذة أو تلاميذ، جمع
تلميذ، هنا صبي وهنا فتاة، مجموعة من التلاميذ. وأين هم هؤلاء التلاميذ؟ أين نجدهم؟ في الصف. انظروا، هذا هو الصف، المقاعد، وأمامهم نجد الكتب والأقلام. وانظروا هنا، فتاة ترفع يدها لكي تطلب الإذن لتتحدث. إذن دائما تذكروا، علينا أن نطلب الإذن قبل أن نتحدث في الصف. انظروا، هذا الصف الجميل، وخارج الصف نرى الطبيعة الجميلة. إذن هذه المدرسة موجودة ضمن بيئة جميلة، ضمن الطبيعة نجد الأشجار، والمعلمة مسرورة تحمل الكتاب وتشرح الدرس للتلاميذ أو تتحدث مع التلاميذ، وهؤلاء التلاميذ نجدهم مسرورين، إنهم يشاركون. انظروا، يرفع يده وهذه الفتاة ترفع يدها، يشاركون مع المعلمة ويطلبون الإذن قبل التحدث. إذن تذكروا، علينا دائما طلب الإذن قبل التحدث في الصف. هذه الصورة تعبر عن المدرسة، عن الحياة المدرسية، المعلمة والتلاميذ، كما نحن هنا في المدرسة وأنتم التلاميذ وأنا المعلمة. هذه هي الصورة. الآن انظروا معي إلى هذا التمرين. هنا نجد تمرينا وسنملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. إذا أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. اقرأوا معي الكلمات: الأخضر، الصباحي. الأخضر هو لون. الصباح على ما تدل هذه الكلمة؟ الصباح على الزمن، في الصباح، صباحا، في بداية النهار. الكلمة الثالثة، السماء. الكلمة الرابعة، البنفسجي وهو لون. والكلمة الخامسة، البرتقالي، أيضا لون. البنفسجي مثل هذا اللون، والبرتقالي هو لون فاكهة البرتقال. سنقرأ معا الفقرة. عند، تذكروا عند، ويأتي بعدها الزمان. عند، ما هي الكلمة التي تدل على الزمان هنا؟ الصباح. عند الصباح، سأكتب هنا الصباح. إذن عند الصباح لمحت في أين؟ استخدمنا الصباح، هل يمكنني أن أقول لمحت في الأخضر؟ كلا، لمحت في السماء. لمحت أي شاهدت، رأيت. لمحت في السماء قوس قزح. فيه، ماذا فيه؟ الأحمر. وتذكروا الغيمة التي صنعناها سابقا ووضعنا فيها ألوان قوس القزح، تذكروها الآن. الأحمر، وما هو اللون الذي يلي اللون الأحمر؟ والبرتقالي. سأكتب هنا البرتقالي. والبرتقالي. والأصفر. إذن الأحمر والبرتقالي والأصفر، وبعد ذلك أي الألوان؟ والأخضر. سأكتب والأخضر. والأزرق والنيلي، أي الأزرق الفاتح والغامق. وفي النهاية والبنفسجي. إذن والبنفسجي. إذن هذه هي ألوان قوس القزح، سنقرأها معا. إذن عند الصباح لمحت في السماء قوس قزح، فيه الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. هكذا نكون قد وضعنا الكلمات بمكانها المناسب،
والآن في التمرين الأخير سنصرف الفعل ذهب. أصرف الفعل ذهب في الماضي، تذكروا الماضي في السابق مع الضمائر التالية. سنصرف الفعل ذهب مع هو، ضمير الغائب هو، هم الغائب الجمع، أنا المتكلم، أنت المخاطبة، هما الغائب المثنى، وأنتما المخاطب المثنى. إذن هو، نبدأ بضمير هو. هو ذهب في الماضي، نقول هو ذهب ونضع فتحة. هم، هو ذهب وهم ماذا نقول؟ ذهبوا. إذن معهم نضع واو وألف طويلة، ذهبوا. أنا ماذا أقول؟ أنا ذهبت، أستخدم ضمير المتكلم التاء، ذهبت. إذن ضمير منفصل وضمير متصل. أنت، أنت ذهبتي، أنت ذهبتي. هما الغائبان، هما ذهبا، هما ذهبا. وأنتما المخاطبان ذهبتما، أنتما ذهبتما. إذن هو ذهب، هم ذهبوا، أنا ذهبت، أنت ذهبت، هما ذهبا، وأنتما ذهبتما. الآن شاهدوا معي أصدقائي مقطعا مصورا ثم نعود لمتابعة حصتنا. بك نسمو أيها الوطن، رغم الأوجاع والمحن، يدا واحدة نقف ولخيرك نصب الهدف. قلوبنا على أراضيك ترسو، وأخلاقنا فيك دوما تعلو. نحن معك يا وطني، أمس الآن وبعد زمن. نحن معك يا وطني، أمس الآن وبعد زمن. هل أعجبكم المقطع المصور الذي شاهدتموه؟ تعالوا الآن نقوم بهذا التمرين الصغير. أؤلف جملة تتضمن الكلمتين الولد ومنزل. إذن علينا أن نؤلف جملة تتضمن هاتين الكلمتين. الكلمة الأولى هي الولد، والكلمة الثانية منزل. اجمعوا هاتين الكلمتين في جملة واحدة. ماذا يحصل، أو ماذا نحصل على، ما نحصل هنا؟ ما هي الجملة التي نحصل عليها باستخدام هاتين الكلمتين؟ مثلاً يمكننا أن نقول عاد الولد إلى منزله سعيداً، أو ذهب الولد من منزله باتجاه المدرسة، أو مثلاً عاد الولد إلى منزله متعباً. إذن سأكتب هنا جملة، عاد الولد من المدرسة إلى منزله سعيداً. إذن عاد فرحاً من المدرسة، قد يكون حصل على علامة جيدة، لذلك هو سعيد. إذن عاد الولد
من المدرسة إلى منزله سعيداً. ابحثوا معي عن عناصر الجملة الأساسية في هذه الجملة. تبدأ هذه الجملة بفعل، إذن هي جملة فعلية. هذا هو الفعل، وعندما نجد فعلاً علينا أن نبحث عن الفاعل. من الذي عاد؟ عاد الولد. إذن هذا الفاعل، عاد الولد، وهذا الفعل لا يحتاج إلى مفعول به، عاد الولد. إذن كل ما نجده بعد ذلك من المدرسة إلى منزله سعيداً هي من متممات الجملة. هذه العناصر كلها هي من متممات الجملة، هي إضافات أضفناها على الجملة لزيادة المعنى. إذن الفعل والفاعل هي من العناصر الأساسية للجملة، أما كل ما تبقى فهو عناصر فرعية. بعد أن ألفنا هذه الجملة، أريد منكم أن تؤلفوا جملاً أخرى عن أو تتضمن هاتين الكلمتين، الولد والمنزل. ألفوها وأرسلوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودائماً تابعونا، وأنا أراكم في حصص لاحقة. إلى اللقاء أعزائي.